السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا مولانا. الحمد لله أنا بخير. بقول لحضرتك يا شيخنا، إيه طرق علاج القضاء على السحر في حالة التأكد من وجوده في البيت بس مش عارفين مكانه؟ سورة البقرة في البيت وتعويذ أنفسكم. طيب ما فيش مثلا رش بالماء أو كلام؟ ولا رش بالماء ولا رش بالملح ولا بخور ولا كلام من هذا. لا احنا اتاكدنا من وجود السحر في البيت مثلا. ما انت لا تعرف مكانه. ما نعرفش مكانه. لا خلاص، شغل سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وعوز نفسك وأهل بيتك. طيب ماشي ماشي، شكرا.